وهذا ينم عن موقف فني راقي. عندما بدأت النهضة الفنية في المملكة العربية السعودية في مطلع الستينات الميلادية، كان عمر كدرس أحد أعضاء الفرقة الموسيقية، وللحقيقة كان هو القائد والمايسترو الحقيقي الذي يقود هذه الفرقة. أكون معكم صادق وواضح، معظم الأغنيات التي ظهرت في التاريخ الفني السعودي في ذلك الزمن قام بمعالجتها لكثير من الأسماء وكثير من الفنانين وكثير من الملحنين. كان عمر يقوم بمراجعة هذه الأعمال. المؤلم في الحكاية أن من عاصروه كانوا يعرفون دوره المحوري أو المفصلي في مسيرة العمل الفني السعودي، لكنهم لا يشيرون إلى ذلك البتة، وهذا أنا شخصياً وقفت عليه بنفسي وألمني هذا الأمر، حيث لم تتبنى أي جهة في يوم من الأيام الإشارة لما يقوم به هذا الرجل، ومع ذلك لم يتوقف، ظل يعمل ويعمل ويعمل، وهب حياته لفنه فقط.